مرة حصل شكلب بين زوجين كده، الزوج الدنيا قفلت في وشه وقام اخد بعضه ونازل ماشي في الشارع مش طايق البيت. وهو ماشي رأى منظرا عجيبا وغريبا ومريبا. شاف ايه بقى؟ شاف جنازة. انتوا عارفين الـ 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 النعش اللي بتحط فيه الميت، اربعة شايلينه تمام، والراجل اللي واشي ماشي ورا النعش ساحب في ايده كلب اعزكم الله، والناس ماشية ورا الجنازة طابور. عارف طابور العيش، طابور المدرسة، يعني الجنازة بيبقوا ايه ناس زحمة كده، لا لا الجنازة دي خط مستقيم، النعش قدام وفي كلب ماشي ورا وناس كده ماشيين مترصصين ورا بعض، طابور خط مستقيم كده. المهم الراجل نسى الشكلة ونسى زوجته ونسى المشكلة وعايز يعرف ايه المنظر ده، فقام رايح للراجل اللي ساحب الكلب قال له في ايه؟ ايه ده؟ قال له دي جنازة. قال له شكرا على الاضافة، ما انا عارف ان هي جنازة، بس ايه المنظر ده؟ ايه الطابور ده واللي ماشيين طابور؟ قال له ما فيش، اللي مات زوجتي والكلب ده بتاعي. قال له مش فاهم برضه، فهمنا الله يبارك لك، مش فاهم يعني ايه اللي مات زوجتك والكلب ده كلبك؟ قال له النهاردة الصبح اتشكلت مع زوجتي شكلة جامدة جدا، الكلب بتاعي ما خلصوش، عضها عضة واحدة فماتت في الحال، جاب أجلها زي ما بيقولوا. المهم الراجل قام قايل له ايه؟ افتكر طبعا زوجته، قال له طب ممكن اطلب منك طلب؟ قال له اتفضل. قال له انا عايز الكلب بتاعك 5 دقايق بس. هو ما شاء الله الكلب يعني ايه دمه حامي ما بيخلصوش. قال له 5 دقايق اخد الكلب للبيت وارجع لك تاني. قال له خذ دورك في الطابور. كل دول طبعا يا جماعه.